وبسلامة. النهاردة فيديو جديد هتحبوه قوي. النهاردة فيديو ازاي تخلي بيتك يتعطر وبيبقى ريحة حلوة على طول بحاجات بسيطة جدا ممكن تبقى موجودة عندك في البيت بس انت مش يعني مش واخدة بالك منها ومش فاكرة انها ممكن تنفعك او لا. حاجات بسيطة بس جامدة قوي. بس لو انت اول مرة تزوريني على القناة ما تنسيش انك تعملي سبسكرايب اول حاجة. يلا 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 عملتي سبسكرايب؟ طب قدامها في جرس فعاليه. ما تنسيش تسيبيلي اللايك لو عجبك الفيديو وتشيريه مع اصحابك وعيلتك وكل الناس اللي انت بتعرفيهم. او حتى لو ما عجبكيش الفيديو اعملي ديسلايك مفيش مشكله. انزلي في الكومنتات وقولولي ايه يعني الحاجه اللي ما عجبتكيش واللي ما استفدتيش منها. فيلا بينا نبتدي الفيديو مع بعض. دلوقتي هشارك معاكي دي اي واي هيفيدك جدا للجزامه. ناس كتير بتنسى الجزامه، ناس كتير عندها الجزامه في وسط البيت ما عندهاش مساحه انها تحطها بره. انا شخصيا صراحه حطها في البلكونه يعني في هواء وفي يعني بيخش لها هواء ببقى مرتاحه جدا ما بتدخليش ريحه للبيت. بس الناس اللي ما عندهمش مساحه ريحه الجزامه بجد والشوزات والحاجات دي بتفرق كتير في البيت صحيا وكده في الدماغ وفي العين وفي كل حاجه. فان شاء الله هشارك معاكي دي اي واي. المكون الرئيسي بتاعه بيكربونات الصودا او البيكنج صودا، بجد هتلاقوها في اي مكان، عطاره، اماكن بيع مكونات الحلويات، السوبر ماركت، موجوده في كل مكان. انا الصراحه بشتري بكميات كبيره زي ما انتم شايفين برطمان كبير صراحه، بشتري بكميات كبيره عشان خاطر بستعملها في كل حاجه بتخص التنظيف والتعقيم والحاجات دي بتاعه المطابخ وبتاع الـ يعني الصوفة وباي حاجه اي حاجه. فتعالي معايا عشان اشارك معاكي الدي اي واي. زي ما انتوا شايفين حطيت البيكنج صودا هنا معلقتين بس، وهحتاج زيت عطرية. ممكن تختاروا اي زيت عطرية انتوا حابينها، انا بختار النعناع ريحته قوية جدا وبتفضل لمدة طويلة. ممكن تحطوا ليمون، برتقال، ياسمين، اي حاجة بتحبوها. فحط نقط قليلة جدا عشان هو بجد ريحته قوية جدا. بس كده وهخلط بقى عشان خاطر تتلبس معايا كل الزيت والبيكنج صودا. وهحتاج شراب، انا ده كان عندي مستعمل بس نضيف ما بقتش بستعمله كتير. فبس كده هحط فيه المكونات، المكونين دول هحط فيه كل المكونات كده. ممكن على فكره تقسموها تحطوا في الجزامه، تحطوا في الدواليب، الريحه بتاعه الهدوم تبقى حلوه ما بتبقاش كده في رطوبه. بعمل لها كده زي الرزمه الصغيره وبحطها في الجزامه بتدي ريحه بجد. ريحه النعناع تحفه جدا، جربوها وقولوا لي رايكم فيها. الغسيل او اللاندري يعني حاجه بتسيب ريحه وحشه جدا لو بقت فتره طويله. ان كنت بتحطيها في سله الغسيل يعني هتسيب ريحه في الحمام او في اي مكان انت كنت فيه، او لو حطيتيها في الغساله وسبتيها لمده هتلاقي الهدوم يعني بقت ريحتها مش هقول لك خالص يعني ريحه وحشه جدا. وكمان اللون بتاعها بيبقى وحش قوي لانه بتبقى فيه رطوبه عاليه جدا والهدوم كده متكركعه مع بعض ووسخه، فده يعني هيبوظ لك الدنيا كلها. احسن حاجه انك انت تختاري 3 ايام او يومين حسب الكميه بتاعه الهدوم اللي بتبقى عندك وحسب الاسره بتاعتك كبيره او صغيره. فتختاري انت يومين او 3 في الاسبوع انك تغسلي فيهم الهدوم.
كمان بعد ما تقرري يعني ايامك والبلانينج بتاعك بتاع الغسيل لازم تختاري منظف فيه ريحه حلوه، بيسيب ريحه حلوه في الهدوم وكمان بيغسل كويس. احنا عاوزين حاجه تبقى اقتصاديه برضو عشان ما نشتريش كميه منظفات قد كده بس عشان خاطر الهدوم. بس احنا ممكن نختصر حاجتين في حاجه واحده، يعني ممكن مثلا تختاري ايه؟ انا بختار المنتج ده، دي مش دعايه ولا اي حاجه بس عشان انا جربته، هو الليكويد بيبقى احسن بكتير من اللي هو حبيبات او اي حاجه. الليكويد بيبقى جميل، ما بيضرش الغسيل خالص، بيدي ريحه حلوه وبيحافظ على الالوان. انا بختار بيرسل ده اللي هو بعطر الخزامه، وساعات بجيب اللي هو بالورد، بس بجد الخزامه بيدي ريحه حلوه جدا وبتفضل في الهدوم. انا يعني اقول لك صراحه يعني في انواع كتير، وفي اللي غالي وفي اللي رخيص، انت بتختاري اللي هيناسب البادجت اللي عندك، بس تختاري حاجه تبقى كويسه عشان تديكي ريحه حلوه وتفضل في الهدوم حتى بعد ما تتغسل، وتفضل كده لما بترصيها في الدولاب بتدي ريحه حلوه. نظافة وريحة الحوض مهمة جدا، لو الحوض بيطلع ريحة وحشة فهيدي في الحمام ريحة وحشة جدا، وده هيأثر على ريحة ومود البيت كله. فلو حابة انه انتي تعقمي وتنظفي وتدي ريحة حلوة للحوض بتاع الحمام في نفس الوقت، عليكي انك انتي تشيلي السدادة دي، تحطي فيها معلقتين بيكربونات الصودا او البيكنج صودا، بعد كده بحط لها كوباية كبيرة من الخل الابيض، انا بسيبها من ربع ساعة لنص ساعة وهو مقفول، وبعد كده بغسله كويس وبشطفه وبحك شوية كده بفرشة او حاجة، بعدين بزود لهم منظف ومعقم بريحة النعناع، فبحط مية وبزود عليها شوية من المنظف والمعقم ده، وبخليهم وهي متسكرة، السدادة متسكرة، بسيبهم كده ساعة ساعتين لحد ما بقى عاوزة ان انا اخش الحمام. عطري بيتك بالشموع، الشموع من الحاجات الحلوة الجميلة اللي ممكن تستفادي منها في تعطير البيت، هيزيد الجمالية يعني في المكان اللي انت قاعدة فيه، وكمان ريحة حلوة. في شموع يعني بتبقى عادية بس بتاخد معاكي فترة قصيرة جدا وبتخلص وريحتها ما بتبقاش على طول في البيت، بس في شموع بتبقى بكواليتي كويسة وجودة حلوة، كل ما انت تحطيها وتطلعي وتخشي برضو تحسي انك انت لسه شمعة مولعة وموجودة بس هي مطفية، الريحة بتبقى حلوة جدا. يا فانيليا يا كاكتوس، على فكرة الكاكتوس حلو قوي لان هو بياخد كده بيسحب الروائح الوحشة، يا خزامة يا ليمون يا روز، اي حاجة بتحبيها. انا بحب يعني في شموع بتاع الايس كريم والكوكونات والحليب موجودة في ايكيا، بحبها جدا، مش موجود بس في ايكيا، موجود في كذا براند حلوين جدا. في الشمعة دي بتاع الكاكتوس بتاع باث اند بادي ووركس حلوة جدا، في الشمعة دي اللي هي قلت لكم بتاع المثلجات اللي هي تحفة تحفة تحفة، بحبها جدا من ايكيا، على فكرة سعرها مناسب جدا. وكمان برشح لكم دي اللي هي برضو من باث اند بادي ووركس اللي هي بتاع باريزيان روز، بصوا ريحتها تحفة صراحة. بتاع الكاكتوس ريحتها عادية أنا بالنسبة لي، بس بتسحب الروائح. مش ضروري انك تشتروا الشموع اللي انا رشحتها لكم، بس اختاروا شمعة حلوة بكواليتي كويسة تاخد معاكم فترة طويلة وبتدي ريحة للمكان، وبكده تكونوا استفدتوا من الشكل الحلو بتاع الشموع في المكان، ومن الريحة الحلوة انها تشيل كل الروائح الوحشة اللي موجودة في البيت او في الأوضة او في الحمام او في المطبخ. على فكرة بحط في المطبخ الصبح لما بكون بعمل الكوفي بتاعي، فده بيهديني كده وبيديني روقان. انك تعملي كوكيز او كيك او اي حاجة من الحلويات في البيت، ده بيدي للبيت ريحة سبيشل حلوة قوي، فهسيبلك كل المكونات مكتوبة بالظبط يعني وبالمقاييس تحت الديسكريبشن بوكس. بعد ما حطيت البيض وضربته كويس بالمضرب، لازم يتضرب مع ملعقة خل ومع شوية ملح عشان خاطر يروح الزنخة بتاعة البيض، بزود لهم السكر، سكر حبيبات، وبقعد اضرب فيه لحد ما يديني كده رغوة بيضة كده واللون بيتفتح. بزود لهم زبادي يوناني الجريك يوغورت، لو مش موجود ممكن تحطوا زبادي طبيعي من غير سكر. بزود لهم بعد كده زيت لحد ما بيتجانس كل حاجة، وبضيف الدقيق، بنخله كويس، ده اهم حاجة، لو متوفر عندكم دقيق حلويات هيبقى احسن، ومعلقة بيكنج باودر معلقة كبيرة، لو ما عندكوش هو بس كيس كبير للبيكنج باودر بيكفي. بزود فانيليا مع سكر حبيبات عشان خاطري برضو ايه الريحة والطعم يبقى جميل،
وبخلط كل حاجة، بقسمهم لاتنين يعني قسمين. عشان خاطر البقية هزود لها الشوكولاتة بودرة يعني الكاكاو بودرة. بعد كده بمزاج وبروقان بقعد ارص كل معلقة كبيرة ابيض واسود ابيض واسود لحد ما بخلصه من فوق، بحط ابيض خالص. بجيب عود ميتال او خشب او سكين، بقعد اعمل زي يعني خطوط ماربل زي ما انتوا شايفين في الفيديو بالظبط، عشان خاطر يدينا شكل ورده لما يتطبخ من جوه لما بتقطع، او من بره حتى يعني بتاع الكيك بيبقى شكله زي الماربل بجد، يعني بتبقى تحفه، بتبقى جميله وسوفت قوي وريحتها جميله جدا. بس اتبعوا الطريقه والمقاييس وهتبقى جميله وهتحبوها، وكمان هتتبسطوا بالريحه اللي هتبقى موجوده في البيت اللي هتشيل لكم كل الروائح الوحشه. ميرسي قوي انكم فضلتوا لحد دلوقتي بتتفرجوا، ميرسي قوي على كل دقيقه قضيتوها معايا في الفيديو، اتمنى انكم تكونوا استفدتوا، واستنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب اهم حاجه. مع السلامه.